والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي سبلنا في سبل إحسانه لنسلكها بمنه إلى رضوانه، حمداً يتقبله منا ويرضى به عنا. والحمد لله كما هو أهله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده المنتجب ورسوله المنتخب، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة. اللهم صل عليه صلاة تتقبل فيها أعمالنا وتنسئ في آجالنا بخير وعافية، وصل اللهم على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء، وصل على صبطيه الإمامين الحسن والحسين. اللهم وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على إمام زماننا وشفيع ذنوبنا وأنيس نفوسنا ومعقد آمالنا، نجاة الأمة وإمام الملة، محيي السنن ومميت البدع، المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. إخوتي أخواتي، قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أود على نحو العجالة أن أعرض بخدمتكم المعنى الدلالي، ما يفهم من ظاهر هذه الآيتين أو من هاتين الآيتين الشريفتين. القرآن الكريم كما عودنا كما ذكرنا سابقا، هناك مجموعة من القواعد أخلاقية سلوكية يبثها من خلال هذه الآيات، سواء كان استعراض إلى الأمم السابقة على نحو الموعظة أو على نحو القصة على نحو العبرة، أو من خلال مطالب هو يبينها القرآن الكريم لغرض الهداية. المخاطب في هذه الآية قال: يا أيها الذين آمنوا. بين مطلبين، قال اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. طبعا هنا أحب أن أنوه إلى قضية، نحن دائما يعني أمير المؤمنين والنبي صلى الله من قبله، وجرت العادة أنه في مقدمة أي خطبة أن من شرائطها أن الإنسان يوصي بتقوى الله، وهذه التقوى تعددت في القرآن الكريم كثيرا.
وعندما نأتي إلى التقوى يتبين أن هناك مجموعة هائلة من الجزئيات الكثيرة التي تنطوي عليها هذه الكلمة، وهي على وجازتها في غاية الأهمية. ولذلك الوصايا الكبيرة في التقوى: اتقوا الله حق تقاته، الله تعالى يوصيكم بالتقوى، ولباس التقوى خير. وهذا العمل الموصى به في التقوى حقيقة يلفت النظر لأكثر من مطلب، مع أن المخاطب يا أيها الذين آمنوا، لكن مع ذلك القرآن يشدد اتقوا الله. لاحظوا الآن في حياتنا العملية ممكن بعض الجزئيات نستفيد منها. في حياتنا العملية قد نتصور أن التقوى فقط في حالة المسجد وحالة الصلاة وحالة التكاليف والحج، مع أن التقوى لا بد أن تسري منا أو تجري مجرى الدم، لأن التقوى لا التفت لا تتجزأ. أنا لا يمكن أن أتقي في صلاتي ولا أتقي في عرض الناس، أنا أتقي في الصيام ولا أتقي في الوثوب على الأموال الخاصة أو العامة. التقوى لا تتجزأ. الإنسان الذي يتخاصم مع غيره ولا يتقي الله تعالى في رمي التهمة، إنسان غير متقي، لا يتقي الله تعالى في الكذب، لا يتقي الله تعالى في التزوير، لا يتقي الله تعالى في الرشوة، لا يتقي الله تعالى في التلفيق، كلها هذه منافية للتقوى. الإنسان الذي يعمل في الاقتصاد يحتاج التقوى، يعمل في الهندسة يحتاج التقوى، يعمل في السياسة يحتاج التقوى، يعمل في عموم شؤون في الطب يحتاج التقوى. التقوى تعطي للإنسان هذه الشخصية المتزنة، أن الإنسان لا يضع رجله في مكان إلا أن يكون فيه تقوى. القرآن الكريم مع تشدده على ذلك في أكثر من 40 مورد لعله، في هذه الآية الشريفة قال: وقولوا قولا سديدا. لاحظوا هذا الجانب، قطعا التقوى تجعل الإنسان يقول قول الحق. معنى قول سديد يعني قول حق، سديد من السد يعني من المنع، هذا أمر محكم، والحق دائما هو أمر محكم. الكلمة لها بعض المعاني لكن كلها ترجع إلى هذا المعنى، أن هذا أمر محكم، القول السديد هذا المعنى. ولذلك تقول لفلان تدعو له: سددك الله، سدد الله رميتك. ندعو إلى الأخوة المجاهدين نقول: سدد الله رميتكم، بمعنى أصاب الله وجعل هذه الرمية رمية محكمة. القول السديد منشأه التقوى. لكن الإنسان، لاحظوا إخواني، إذا دائما كان يتكلم بالحق هذا يعينه على أن يكون في داخله ميان للحق وفي داخله يبحث عن التقوى. لا يوجد أي مبرر لأن الإنسان يتنازل عن التقوى، يتنازل عن القول السديد. لا يوجد مصالح إلى حيث، لكن الإنسان يتنازل، لا يتقي ولا يقول قولا سديدا، بئس العمل هذا. وقد الإنسان يتحول من أنه هو لا يتقي وهو لا يقول إلى إنسان يخدع الآخرين.
إنسان يظن الآخرين إذا كان له قول مسموع عند آخرين. فلذلك الكلام عام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والتقوى في كل شيء لا تتجزأ. الإنسان يتقي الله تعالى في الدماء، يتقي الله تعالى في الأعراض، يتقي الله تعالى في الظلمات. أنت عندك أجير ضعيف مستضعف، لا تتقي الله فيه، تظلمه وتأخذ ماله لأن لا يستطيع أن يشتكي عليك مثلا، أنت غير متقي. أنت تأتي لشخص تمجده لأن في ذات يده شيء من حطام الدنيا، أنت غير متقي الله تعالى. أنت تعلم أنك لا تحبه وإنما تحب ما في يده، هذا ليس قولا سديدا. ولذلك إخواني هذه السلوكيات العامة في حياتنا، ونبتلي بابتلاءات خاصة وعامة، لابد الإنسان أن يحرز هاتين الخصلتين. على الإنسان يكون متقي، لا توجد تقية في المسجد وغير تقية في المدرسة، لا توجد تقية في المسجد ولا توجد تقية في الوثوب على أموال الناس، تقية في المسجد وخديعة للعالم. التقية لا تجزأ. هناك فهم خاطئ: الذنب ليس ذنب العلم، الذنب ذنب الجاهل أو المتجاهل. ولذلك كبر مقتا عند الله لا أن تقول، لاحظ أن تقول، وهذه أي كلمة تخرج الإنسان مسؤول عليها. إن السمع والبصر، لاحظوا هاي جوارح، جوارح سمع والبصر والفؤاد، هذه الأشياء كل ذلك كان عنه مسؤولا. ولذلك أخواني قضية التقوى والقول السديد من الخصال المهمة. على الإنسان أن يتقي، على الإنسان أن يقول قولا سديدا، قل خيرا في الروايات وإلا اسكت. وأيضا عندي رواية تقول: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. نعم هناك ربط، التقوى في جوانحنا تحتاج إلى عمل. أقول أنا متقي، في المسجد أذرف الدموع، وخارج المسجد أثب على مال الآخرين، أي تقوى هذه؟ الإنسان يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا، الآية الشريفة، قولا سديدا. جزاء ذلك ما هو؟ قال: يصلح لكم أعمالكم. هذا إخواني كلنا مسؤولون عن هذه، عن هذا الشق. يصلح لكم أعمالكم. أما إذا لم نتقي ولم نقل قولا سديدا، مو معلوم أن الأعمال تصلح، خصوصا هذه إذا قلنا جملة شرطية معنى ذلك لا تصلح الأعمال. فالذنب ذنب من؟ ذنبنا. لا نتقي ولا نقول قولا سديدا، أعمالنا لا تصلح، ونظل من مشكلة إلى أخرى. لماذا؟ لأننا لا نعرف كيف نتصرف. فلا بد أن نتقي، لا بد أن نقول قولا سديدا. الله تعالى يقول: يضمن يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أعتقد الآيات الشريفة عندما تتحدث عن هذه المطالب مهمة، وقطعا فيها ماذا؟ قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه التركيبة من هاتين الآيتين الشريفتين يصلحان أن يكون واقعا منهاج عمل واسع
وكل مفردة تحتها جزئيات كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التقوى في القلب والتقوى في العمل والتقوى في اللسان، وأن يوفقنا أن نقول دائما قولا سديدا. بمحمد وآله نسأله تبارك وتعالى التوفيق للجميع، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.